بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أحببت أن أوصل لكم هذه الحقيقة الرائعة حول البحر والبر. نحن نعلم أن النسبة العالمية للبحر إلى البر على سطح الكرة الأرضية، البحر 71% والبر 29% تقريبا. إذن احفظوا هذه النسبة، البحر 71% يعني ثلثي الكرة الأرضية تقريبا، والبر أو اليابسة 29%. المعلومة التي أحببت أن أبثها إليكم اليوم أننا لو بحثنا في القرآن أو لو أننا سألنا هذا السؤال، إذا كانت نسبة البحر إلى البر الفعلية أو على الواقع هي 71% إلى 29%، طيب كم نسبة البحر إلى البر في القرآن؟ يعني الآيات التي تحدثت عن البحر كم كلمة استخدم الله لبنائها، والآيات التي تحدثت عن البر كم كلمة استخدم الله لبنائها؟ بكل بساطة، الآيات التي ذكر الله فيها البحر بصيغة المفرد، مثال على ذلك أو كظلمات في بحر لجي، أو وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، هذه الآيات لو جمعناها وقمنا بعد كلماتها نجد أن الله استخدم 691 كلمة. كم؟ 691 كلمة هي كلمات الآيات التي ذكرت البحر. طيب ننتقل إلى الآيات التي ذكرت البر، مثال على ذلك هو الذي يسيركم في البر والبحر، آيات ذكرت البر. نأتي بهذه الآيات ونعد كلماتها كلمة كلمة، نجد أن الله استخدم 280 كلمة لأتين وثمانين كلمة. طيب الكلمات كاملة البر والبحر يعني النسبة الكاملة 100% كم؟ بكل بساطة 691 زائد 280 بيعطينا 971. إذن النسبة الكاملة عدد الكلمات التي ذكرت البر والبحر في القرآن 971 كلمة. الآن نحن نريد أن نعرف كلمات البر بالنسبة للنسبة الكاملة كم، وكلمات البحر بالنسبة للنسبة الكاملة كم. يعني في علم الرياضيات إذا أردنا أن نعرف نسبة مئوية نأخذ العدد ونقسمه على المجموع الكلي. نسبة البحر كم تكون لدينا؟ ستكون عدد كلمات البحر، عدد كلمات التي ذكر فيها البحر أو الآيات التي ذكر فيها البحر 691، نقسمها على المجموع الكلي للبر والبحر يعني النسبة الكاملة، نقسمها على 971 وتكون النسبة بالضبط تقريبا 71% هي نسبة البحر على الواقع وفي القرآن. سبحان الله. عدد كلمات البر أو الآيات التي ذكرت البر عدد كلماتها 280 كلمة، نقسمها على المجموع الكلي الذي هو كما قلنا 971 يعطينا بالضبط 29% تقريبا مع فواصل بسيطة. نحن نستطيع الآن أن نلخص هذه النتيجة ونقول نسبة البحر على اليابسة في الواقع 71% ونسبة الكلمات من القرآن التي استخدمها الله سبحانه وتعالى، نسبة هذه الكلمات للآيات التي ذكرت البحر هي 71%. سبحان الله. ونسبة البر على الواقع 29% ونسبة الكلمات المستخدمة في آيات أو الآيات التي ذكرت البر
29%. بالله عليكم ماذا يدل ذلك؟ أنا بالنسبة لي ليس له إلا تفسير واحد، أن الذي خلق هذا البر والبحر هو الذي أنزل القرآن ووضع هذه الأرقام بالضبط لتشهد على أنه كلام الله ومصداقا لقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.